صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تطلقه هيئة الصحة بدبي، وللمرة الأولى بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وأخص الذكر يعني إذاعة نور دبي. هذا البرنامج هو نتيجة هذا التعاون، يأتيكم يوميا من الساعة 10 حتى الساعة 11 صباحا من الأحد إلى الخميس، وتستهدف الهيئة من البرنامج تنويع وسائل التواصل الممكنة مع المجتمع وجمهور المتعاملين، وفتح قنوات مباشرة وفعالة لجميع أفراد المجتمع لمناقشة قضايا القطاع الصحي، مستقبله وطموحاته بكل موضوعية وشفافية، وبما يحقق المصلحة العامة معا مع الجمهور. يعني حقيقة بدأنا البرنامج مع بداية أسبوع الابتكار، أسبوع الابتكار الذي يعني تم إطلاقه بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. إذن الإمارات تبتكر، وهيئة الصحة كذلك لم تكن بمعزل عن هذه الاحتفالية الضخمة التي نشهدها في الدولة، فقامت بتأسيس القرية الصحية للابتكار. هذه القرية التي تشمل العديد من الفعاليات التي تستعرض فيها هيئة الصحة مستقبل الابتكار في القطاع الصحي. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الحلقة، يعني دعوني أذكركم بسؤال حلقة اليوم. سؤال حلقة اليوم: مبادرة نحن نغذيك، يا ترى هذه المبادرة تتعلق بالتغذية الأنبوبية أم التغذية الوريدية أم التغذية عن طريق الفم؟ هذه المبادرة تحدثنا عنها قبل يومين، أعتقد أن معظمكم يعرف الإجابة، فاللي يعرف الإجابة يبعث لنا عن طريق الاسمس 4006، ننتظر إجاباتكم وأيضا مداخلاتكم بخصوص القضايا التي تتعلق بالقطاع الصحي في هذا المجال. أيضا مستمعينا، يعني أنا في البداية بما أن تحدثنا عن الابتكار، يسعدني ويشرفني استضافة الدكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان معنا في الاستوديو، وأيضا معايا الدكتور رشيد العابد أخصائي أول العلاج اللبي للأسنان علاج الأعصاب بإدارة خدمات الأسنان بهيئة الصحة بدبي. حياكم الله معنا دكتورة. نتحدث عن الابتكار، وأيضا أنتم لديكم جزء يعني مهم في موضوع الابتكار، قمتم كإدارة الأسنان بابتكار شغلة جميلة ما نتعرف عليها. يا ترى ما أهمية هذه المواضيع الخاصة بالابتكار لديكم في إدارة الأسنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحاجة إلى تطوير خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي وتحسينها بما يدخل السعادة والرضا على الجمهور من المراجعين، أوجد لدينا الفكرة الإبداعية لوضع حلول جديدة لحل مشاكل قديمة. فهيئة الصحة بدبي متمثلة بإدارة خدمات طب الأسنان أوجدت بيئة العمل المناسبة للإبداع والابتكار، وهذا يظهر جليا بابتكار الدكتور المخترع دكتور رشيد العابد، حيث أن دكتور رشيد وفرت للهيئة وسهلت له
المشاركات المستمرة في كمحاضر في المؤتمرات الدولية، حضور الدورات العلمية، الممارسات اليومية كأخصائي لب العصب أعطاها الفرصة للوقوف على نقاط الضعف في أدوات المستخدمة للعلاج، مما أدى إلى ابتكاره لابتكار جديد يساعد في فاعلية وسرعة المعالجة اللبية. ممتاز. طيب دكتور، أنا أبغي أتحدث عن تفاصيل هذا الاختراع اللي هو في مجال علاج عصب الأسنان. يا ترى في البداية تحدثنا عن فكرة هذا الاختراع وكيف جاءت إليكم الفكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر الدكتورة حمد وبشكر حضرتك لاستضافتي اليوم. أي فكرة طبعا تبدأ من حاجة إلى هذا الموضوع. لو بس نعرف علاج العصبي بشكل عام، طبعا نعرف إحنا شكل التشريح للسن، يوجد التاج وهو الجزء المكشوف من السن اللي إحنا بنشوفه طبعا، والجذور داخل الضرس نفسه يوجد الأوعية الدموية والأعصاب. التسوس بشكل عام لما يصبح عميق ويصل إلى العصب، هذه النسيج الرخو اللي موجود جوا الضرس بصير نسيج ملتهب جدا، ولابد من إزالته إزالة تامة. نحكي احنا بعنا طبعا بشكل عام للأسف الشديد كجمهور ما في عناية كبيرة في الأسنان وبتأخروا جدا في العلاج، فلاحظنا انه في زيادة كبيرة في الحاجة الى المداواة اللبية او علاج العصب المتعارف عليه كعلاج عصب. في نفس الوقت علاج العصب من العلاجات الصعبة والتخصصي الأخصائيين الموجودين فيها قليلين، في نحكي حتى بشكل عالمي يعني مش هنتكلم في هذا، فكان المفروض انه نحاول نبذل جهدنا انه نجعل هذا العلاج يتم بشكل مبسط ويكون فعال وآمن في نفس الوقت. وكانت الفكرة بإيجاد أداة موجود، يعني تصميم أداة معينة اللي توفر لنا الاستئصال الكامل للعصب، وهي الأداة بتكون مش متوفرة فقط لأخصائي العصب مثلي بل للممارس العام اللي هو الشخص اللي هيقابل المريض في حالة الطوارئ في كل مكان. فمن هنا بدأت الفكرة. يعني طبعا مرت المرحلة الأولى، نقدر نحكي في 2009 فكرة تطوير الأداة بحد ذاتها، عرفنا أن احنا بحاجة للأداة. الصراحة طبعا دكتورة حمد الله يجزيها الخير وفرت، يعني بنحكي كإدارتي طبعا بيئة للإبداع، يعني احنا معروف عنا كمستهلكين يعني نحكي بشكل عام يعني وليس كمنتجين، لهيك كانت احنا لاحظنا الادوات المشابهة الموجودة بالسوق ما قدرت تغطي على المتطلبات الخاصة فينا، فلهيك نمت الحاجة الى ايجاد اداة بمواصفاتنا احنا بطلباتنا احنا اللي احنا بحاجة لها. وهي الطلبات طبعا مش فقط لدائرة الصحة بس عالميا نقدر نتكلم. فبدينا في عملية التطوير الديزاين، افكار طبعا متعددة طلعت، بدأت من 2009 وتم إنجاز الفكرة في نهاية عام 2011. ممتاز دكتور، أنا باخذ تفاصيل هذه الفكرة لكن مضطر أني أنا أتوقف مع فاصل قصير وما نرجع لكم لاستكمال هذا الحوار. مستمعينا قبل ما نطلع الفاصل بس حبيت أذكركم مرة ثانية بسؤال المسابقة اللي هو مبادرة نحن نغذيك تتعلق ب، هل هي تتعلق بالتغذية الأنبوبية، التغذية الوريدية، أم التغذية عن طريق الفم؟ ارسلوا لنا إجاباتكم على رقم الاسمس المعروف لديكم اللي هو 4006، وأيضا ما نستقبل اتصالاتكم كذلك على مدار الحلقة عبر رقم البرنامج 655-14-14 فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم مرة أخرى عبر برنامجكم صحة وسعادة والذي يأتيكم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وأيضا هذا التعاون المثمر ما بين مؤسسة دبي للإعلام والمجسدة في إذاعة نور دبي. كنا قبل الفاصل قد توقفنا في الحديث مع ضيفانا في الاستوديو الدكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان، وأيضا الدكتور رشيد العابد أخصائي أول العلاج اللبي للأسنان بإدارة خدمات الأسنان بهيئة الصحة بدبي. دكتور رشيد،
رشيد، كنت تحدثت أن الاختراع تم تسجيله في عام 2011. نذكر بهذا الاختراع بشكل مختصر للمستمعين اللي التحقوا معنا على السمع الآن، وأيضا يا ترى كيف تم تصنيع هذه الأداة وتسويقها عالميا ومدى أهميتها؟ طبعا الأداة هي زي ما اتفقنا هي أداة لاستئصال الكامل للعصب، وهي هاي الأداة تجعل علاج العصب أكثر فعالية وسهولة وأمانا، ويمكن لأخصائي العصب والممارس العام في طب الأسنان أن يقوم بهذا العلاج. نعم. بدأ طبعا في 2011 قمنا بتسجيل هذه الأداة كبراءة اختراع في البداية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية اللي هي WIPO، ومن ثم في المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع باسم هيئة الصحة. باسم هيئة الصحة. ممتاز. نعم. ككو انفنتر وموجودين، يعني حتى بكل بساطة ممكن تكتب دبي هيلث أثوريتي دينتال ديبارتمنت وبيطلعوا عندك رقم البراءة. وإحنا اعتمدنا الصراحة لأنه الهيئة زي ما، وخاصة احنا في قسم الأسنان ما عندنا حلول وسط، احنا يا إما التميز أو لا، فلهيك كان ممكن عملية التسجيل تكون أسرع من هيك. احنا من 2009 بدينا في الإجراء بالضبط، لكن يعني قررنا، أنا كنت يعني أفكر ما بين 2009 لين 2011 يعني. لأنه كنا عايزين البراءة الأساسية من المنظمة العالمية الملكية الفكرية والمجلس والمكتب الأوروبي، ومن ثم طبعا حصلنا على براءات اختراعات دول متعددة مثل اليابان كوريا وهذول مفصلين. لهيك احنا قررنا انه يعني يكون يا التميز او لا، عارف كيف. هيك اخذنا وقتنا في الانتاج، وفي 2012 توفرت الاداة بشكل تجاري. طبعا بتصنعها شركة فرنسية اسمها مايكروميجا تحت المسمى التجاري جي فايل. طبعا هاي الجي فايل مش موجود فقط في دولة الامارات، هي في اي مكتب في العالم الشركة الفرنسية بتبيع فيه ادواتها بتلاقي هاي الأداة، ومعروف طبعا. وحتى نحكي الماركتينج بوليسي أو سياسة التسويق لهاي الأداة إنه هاي الأداة تم اختراعها من طبيب أسنان موجهة إلى طبيب الأسنان، وطبعا طبيب الأسنان اللي هو أنا الذي يعمل في هيئة دبي، وهذا حتى اللي موجود على البروشورز بتاعتها. نعم. طبعا عملية التطوير هي عملية ديناميكية، يعني ما توقفنا على الجيل الأول من الأداة، انتقلنا للجيل الثاني مباشرة من بعد التطوير بعد ما أخذنا التغذية الراجعة من الأسواق. والحمد لله السنة في شهر 3 بحضور الدكتورة حمدة في أحد يعني هو أكبر معرض للأسنان في ألمانيا، أطلقنا الجيل الثاني منها تحت مسمى 1G لهاي الأداة. مفروض تكون 2G يعني. لا، لأنه إحنا دمجنا أداتين في أداة واحدة. ممتاز. كانت هي تنتين خطوتين أصبحت خط واحدة مشان نسهل حتى العملية. ممتاز. يعني هاي. ويمكن أقول لك شغلة غريبة إنه الحمد لله اللي حققناه، يعني حتى من ناحية تجارية لأنك تعرف أنتو يعني خاصة الشركات ما بتعمل شيء يعني بدون سبب يعني. نعم. كانت فكرتهم إطلاقها في شهر 11 السنة يعني هذا الشهر، بس نتيجة الطلب والحمد لله العالمي لهاي الأداة هم اللي بكروا في إطلاقها وعطوها فرصة في هذا المعرض اللي هو يعتبر أكبر معرض للأسنان في العالم. طبعا أكيد الأداة برضو كمان أو أي إنجاز طبي لازم يدعم بمقالات علمية، لأنه صحيح. إحنا ما بنقدر نتكلم عن هاي. وبرضو برجع وبحكي موضوع التميز عندنا جدا مهم، لو كنا بدنا ننشر مقالات علمية يعني نحكي في مجلات علمية أو دوريات طبية عادية كان ممكن نعمل هذا الشيء بسهولة. نعم. لكن إحنا صممنا إن يكون نشرنا للمقالات بما إنه حيطلع بما إني أنا مشارك وبالنهاية حيكون اسم هيئة صحة دبي. نعم. إنها تكون من المجلات العلمية المحكمة دوليا تسمى المجلات، وهي هاي تعتبر مجلات بسموها ذات معامل تأثير عالي، يعني تعتبر كمرجع هذه المجلة. إنه هذا المقال العلمي يتم مراجعته من قبل لجنة محكمين ومن ثم نشره. بالضبط. والحمد لله استطعنا نشر 5 مقالات، وفي حاليا مقالين تحت المراجعة. طيب. وبإذن الله يتم نشرهم قريبا. طيب. دكتور، أنا باختصار للمستمع العادي للمستمع البسيط اللي يبغي يعرف هذا الاختراع شو بالضبط، بسط لنا إياه في أقل من 30 ثانية.
بكل بساطة الاختراع يسهل، انك يعني نفترض شخص في عنده ألم وصل الى طبيب الأسنان، طبيب الأسنان كان لا يستطيع الاستئصال الكامل للعصب بطريقة سهلة وآمنة وسريعة. هذا الاختراع قدر يساعد على الاستئصال الكامل للعصب ومن ثم تخفيف ألام المريض بشكل سريع وفوري. طيب أنا بنتقل إلى دكتورة حمد المسمار، مدير إدارة خدمات طب الأسنان بهيئة الصحة بدبي. دكتورة، يعني كوادر مميزة يعني تحويها هيئة الصحة بشكل عام وأيضا خدمات طب الأسنان، يا ترى بشكل سريع إذا ما تكلمت عن خدمات الأسنان اللي تقدمها الهيئة للمرضى، تحدثينا بشكل سريع عن هذه الخدمات. نعم، احنا كإدارة طب الأسنان نقدم خدماتنا من خلال 13 مركز صحي و4 مستشفيات. نعم. متمثلة في 7 تخصصات: تخصص التركيبات، تخصص التقويم، تخصص العلاج اللب العصب، تخصص الأطفال، تخصص الجراحة، تخصص جراحة اللثة. يعني إحنا نغطي بما هو معدل 191 عيادة أخصائي خلال الأسبوع، 191 عيادة أسبوعيا ما شاء الله. هذا بس للأخصائيين، 251 عيادة أسبوعيا للممارس العام، 77 عيادة لصحة الفم والأسنان، و11 عيادة لصحة الطفل. أرقام كبيرة. نعم. ومذهلة. أنا هني يعني يرد في بالي دائما ليش معظم الجمهور يشتكي من المواعيد اللي موجودة بالنسبة لطب الأسنان، وهذه الأرقام يعني مهولة جدا. عشان تي احنا مثلا ما يعني يعني تكلمت في البداية، احنا او يعني يعني اوجدنا اللي هي الفكرة الإبداعية. نعم. لحل المشاكل القديمة بس بأساليب جديدة، فهنا يكمن الابتكار. فطلعنا النتائج الحمد لله مشرفة باتباع آلية الابتكار. انا الخص لك اياها في نقاط. تفضل. مثلا عندي نظرا للإقبال الشديد على خدمات طب الأسنان في هيئة صحة دبي عند الممارس العام وصحة الفم والأسنان، أوجدنا نظام أن المرضى يتلقون العلاج بدون موعد مسبق. جميل. فما عاد في تحضر للعيادة تتعالج وكن. وتروح. نعم، من غير أي موعد. ممتاز. في جميع المراكز اللي فيها عيادات اللي هي الممارس العام، يعني مجرد ما يدخل المركز والأسنان. يسجل. نعم. ويشوف الطبيب. نعم، ويشوف الطبيب، فخلاص ما في عاد ان انا مواعيدكم بعيده، ما اقدر يعني ما حد يشوفني. طيب عرفت كيف؟ دكتور هني انا بتطرق لموضوع اخر. احيانا في بعض التخصصات وانتو ادرى، او بعض العمليات اللي تحتاج لمواعيد، هذه كيف يتم جدولتها؟ عشان تي احنا استحدثنا نظام وهو الإلغاء التلقائي للمواعيد المتسلسلة في العيادات التخصصية للمرضى المتخلفين عن مواعيدهم. بمعنى انت عندك موعد معروف ان انت لما تدخل على موعد على دكتور اخصائي يتم تشخيص الحالة ووضع خطة للعلاج. خطة للعلاج معناته انك انت تحتاج ممكن يشوفك اكثر من تخصص. فاذا تحتاج مجموعة من المواعيد، كل موعد يترتب عليه الموعد اللي قبله. في حالة يعني مثلا الموعد الأولاني إذا أنت جيتني الموعد الثاني من غير ما تحضر الموعد الأولاني يوزلس. أوكي. عرفت كيف؟ أوكي. فعشان تي إحنا يعني استحدثنا هذا النظام بحيث أنك أنت لو تخلفت عن موعدك من غير ما تلغي هذا الموعد، عرفت كيف؟ فأوتوماتيكيا تلغي باقي المواعيد. حتى نحافظ على اللي هي تسلسل خطة العلاج. إذن هذه مسألة مهمة جدا، يعني نحب نوصلها للجمهور العام، إن يا جماعة الخير دائما حاولوا قدر الإمكان الالتزام بالمواعيد، لأن هي خطة علاجية كاملة متسلسلة. تدري ليش؟ لأنك أنت في شيء تكون حققت المساواة، عطيت الفرصة أمام الجميع أنهم يحصلون على مواعيد في وقت قريب، بدل ما أنك أنت تحجز مجموعة من المواعيد ما تلتزم أي موعد وغيرك ينتظر شهور لما يحصل على موعد. صحيح. إذن يعني نحن جدا فخورين بهذا الاختراع اللي تم تسجيله باسم هيئة الصحة من خلال إدارة خدمات طب الأسنان، ونحن نتمنى لكم المزيد والمزيد من الابتكار والتميز
والإبداع كذلك. في أقل من دقيقة دكتورة كلمة أخيرة، وأيضا بتوجه للدكتور كذلك بكلمة أخيرة. أنا أحب أشكر يعني القائمين على هذا البرنامج على هذه الاستضافة الكريمة، وأحب أقول كذلك إن إحنا في هيئة الصحة بإدارة خدمات الأسنان يعني موجودين لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين وللمواطنين، حياكم الله. شكرا دكتورة حمد المسمار، مدير إدارة خدمات طب الأسنان بهيئة الصحة في دبي. دكتور تفضل. طبعا أنا بدي أشكر الدكتورة حمدة كمدير المباشر في إدارة خدمات طب الأسنان، وبالإضافة أشكر الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الصحة الأولية، وطبعا معالي أحمد القطامي رئيس المجلس إدارة الهيئة، لأنه بفضل تعاونهم كلهم قدرنا الحمد لله نعمل البيئة المناسبة لهذا الإنجاز. وهي الإنجازات طبعا مستمرة بإذن الله. إحنا طبعا أنا النقطة الحابة أوضحها مش هتتوقف عندي أنا، بالعكس الحمد لله إحنا قاعدين ندرب الجيل الجديد والأجيال الجديدة، إن شاء الله يأخذوا فرصتهم وبإذن الله تستضيفهم أنت في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. ونحن أيضا ناوين كذلك نسلط الأضواء أكثر على بعض التخصصات اللي بالفعل فيها أسماء جميلة ورنانة، قد المجتمع ما يعرف التفاصيل اللي يقومون فيها أو الإنجازات اللي يحققونها. دكتور رشيد العابد، أخصائي أول العلاج اللبي للأسنان علاج الأعصاب إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي، والدكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان في الهيئة. أنا شاكر لكم تواجدكم، وإن شاء الله نتمنى لكم المزيد من التوفيق. مستمعينا، نحن نذكركم كذلك بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة هو مبادرة نحن نغذيك، يا ترى تتعلق بماذا؟ بالتغذية الأنبوبية أم التغذية الوريدية أم التغذية عن طريق الفم؟ نحن يا جماعة الخير ما نطلع على فاصل، بس ممكن تبعثوا لنا الأجوبة على 4006، وأيضا ما نستقبل كذلك مداخلاتكم الهاتفية إن كانت لديكم أي استفسارات عن بعض الخدمات أو بعض الأمور الخاصة بهيئة الصحة. يعني فاصل قصير وما نرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة، أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. كنا قبل الفاصل قد توقفنا يعني للحديث عن أحد الاختراعات المتميزة في مجال طب الأسنان، وأيضا شفت يعني بعض الرسائل النصية اللي جاءت كملاحظات عن خدمات الأسنان. نحن أكيد ما ناخذ الأرقام هذه كلها اللي موجودة من خلال الرسائل النصية، وما نتواصل معاكم شخصيا لنسلط الضوء أكثر على المشاكل أو الملاحظات اللي موجودة عندكم. للأسف الدكتورة يعني غادرت الاستوديو، ولا كان طلعنا الاستفسارات هذه على الهواء. لكن من جانب ثاني يا جماعة الخير، خلونا نرجع للاحتفالية التي تشهدها دولة الإمارات بالابتكار. يعني كانت هنالك كلمة جميلة لمعالي ضاحي خلفان تميم البارحة في القرية الصحية للابتكار التي تتواجد في منطقة جميرة، وبالتحديد في الكايت بيتش. خلال البرزة ذكر أن الإمارات يعني أو الابتكار في الإمارات، إما نبتكر أو نندثر. يعني كلمة جميلة تحمل معاني كثيرة، تحمل أهمية قضية أن نحن نتوجه نحو الابتكار، لأن خلاص لا سبيل أمامنا سوى الابتكار لكي نستمر في هذا التميز. من خلال القرية أيضا تم تدشين، يعني دشن معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، يعني مساء أمس في القرية الصحية مركز دبي الدولي للمناظير. هذا المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. للحديث عن هذا الموضوع
يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف. بعد الدكتورة مو موجودة معنا، طيب ممتاز. بتتواصل معنا إن شاء الله الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة. لكن خلوني أرجع للحديث عن القرية الصحية للابتكار. القرية هي يعني احتفالية تقوم بها هيئة الصحة ضمن أسبوع الابتكار، أسبوع الإمارات للابتكار. تبنت فيها الهيئة مجموعة من المبادرات والأنشطة المبدعة اللي تتطلع الهيئة من خلالها أن تكون هذه الابتكارات أيقونة من أيقونات الفعاليات التي تشهدها دولة الإمارات بهذه المناسبة. أيضا للأمانة هي وجهة مثالية كذلك للجمهور، من خلالها تتواصل الهيئة لتعرض لها المبادرات المبتكرة والخدمات الذكية اللي يتم إطلاقها داخل القرية في منطقة جميرة، مثل ما ذكرت في الكايت بيتش على مدار هذا الأسبوع. بدينا معاكم من تاريخ 22 نوفمبر ومستمرين في هذه القرية حتى تاريخ 28 من الشهر نفسه. أيضا هنالك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تركز أساسا على تفاعل الجمهور مع أنشطة العصف الذهني وبرامج المتنوعة. هني أبغي أتكلم عن برزة الابتكار، هذه البرزة اللي تستضيف يعني الهيئة من خلالها شخصيات مختلفة، شخصيات لها الأثر الكبير في موضوع الابتكار. كنا قد تحدثنا يعني عن دور المؤسسة في خلق بيئة حاضنة للابتكار، وكان ضيفنا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم. أيضا في اليوم الأول تحدثنا عن الابتكار ومستقبل الصحة، وفي هذا في هاي البرزة يعني كان معانا معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة في الهيئة، وأيضا أدار الجلسة الدكتور خليفة السويدي، والدكتور علي النقبي كان أحد المحاضرين من وزارة الصحة، وأيضا كانت هناك العديد من المداخلات كذلك للحضور. اليوم الموضوع الرئيسي ما نتحدث فيه عن مجتمع المعرفة والابتكار، دور المؤسسات التعليمية في دعم الابتكار والصناعة، نجاحات قطاع الرعاية الصحية الأولية في إمارة دبي والخدمات الذكية التي تم ابتكارها. أيضا ما نتحدث عن التجربة الابتكارية من خلال الضيوف المدعوين، ويعني في بعض المحاور المهمة اللي من خلالها منركز حتى كذلك على تجربة مؤسسة نور دبي وعمليات العيون الجراحية وما تم ابتكاره من أجهزة حديثة في هذا المجال. هذه البرزة بتنطلق إن شاء الله من 6:30، لكن نحن فعالياتنا يعني تنطلق من الساعة 4:00. نحاول قدر الإمكان أن نتواصل معاكم فيها. كنا حابين نركز على الـ 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 طيب كنا حابين نركز على موضوع مركز دبي الدولي للمناظير، لكن أعتقد نحن نواجه مشكلة فنية في الاتصال بالدكتورة منى تهلك، يعني نعتذر منها. خلونا نرجع كذلك للحديث عن مختلف الأمور الخاصة بهذا الأسبوع. لكن أيضا مستمعين خلونا أذكركم بسؤال حلقتنا اليوم. سؤال حلقتنا اليوم يقول: مبادرة نحن نغذيك، يا ترى هي تتعلق بالتغذية الأنبوبية أم التغذية الوريدية أم التغذية عن طريق الفم؟ هذه المبادرة تكلمنا عنها وأيضا ما زلنا نروج لها. نتمنى نستقبل إجاباتكم عن طريق الاسمس، بما أن الهاتف شوية معطل عندنا، لكن نستقبل إجاباتكم عن طريق الاسمس اللي هو على الرقم 4006. في كانت بعض الرسائل تتحدث عن يعني هنالك بعض الأمور اللي تتعلق ب
حقوق وواجبات المرضى وعائلاتهم. أنا هني أحب يعني أذكركم ببعض المواضيع اللي نحن نحرص عليها في هيئة الصحة من خلال تقديم العلاج. نتكلم عن يعني وثيقة حقوق المرضى وعائلاتهم. هذه الوثيقة فيها عدة نقاط، من ضمنها الحصول على رعاية طبية تتسم بالمساواة ومراعاة واحترام معتقدات المريض وقيمه الشخصية من قبل كافة الموظفين دون أي تفرقة، وذلك حسب أنظمة ولوائح هيئة الصحة بدبي. عفوا يا جماعة الخير، هذه المسائل نحن نركز عليها في هيئة الصحة في تقديم خدماتنا، يعني الحصول على العناية العاجلة في حالات في الحالات الطارئة أو عند الحاجة وبدون أي تأخير. هذه نقطة وايد مهمة، لازم تعرفونها، هذه حقوقكم أنتوا لازم تعرفونها ولازم تطالبون فيها من فترة لأخرى. معرفة اسم وتخصص الطبيب المسؤول عن علاجك دائما عندما تذهب إلى أي مبشر، حتى المستشفيات أو العيادات الخاصة بهيئة الصحة، حتى في العيادات الخاصة لازم تعرف اسم الطبيب والتخصص مال الطبيب اللي هو مسؤول عن علاجك. الحصول على معلومات شاملة بطريقة مبسطة ولغة مفهومة بشأن حالتك المرضية، يعني نظام العلاج المقترح وميزات العلاج ومخاطره وغيرها من الأمور اللي أنت تحتاجها كمريض، تحتاج أنك أنت تعرفها. إعطاء موافقتك الكتابية مسبقا قبل القيام بأي إجراء يتطلب هذه الموافقة، وذلك بعد حصولك على كافة المعلومات التي قد تحتاج إليها عن هذا الإجراء. المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن طريقة علاجك، يعني الهيئة تشجع كل مريض، انزين، وتشجع اصلا اهل المريض كذلك على المشاركة مع الكادر، كادر الاطباء والتمريض في عملية تخطيط وتطبيق العلاج. هذه امور لازم تعرفونها يا جماعة الخير. من الامور اللي نحن نركز عليها بشكل كبير التمتع بالخصوصية اثناء تواجدك بالمستشفى او المركز المتخصص، وذلك من خلال اجراء جميع الفحوصات والاجراءات والعلاجات، وكذلك الحفاظ على سرية كافة المعلومات الخاصة فيك. يعني احيانا كثيرة حتى كذلك في وسائل الاعلام يتم التطرق لبعض الأمور، نحن مش أن نرفض، لا، نحن نحاول قدر الإمكان أن نحافظ على خصوصية المريض بعدم طرحها في مختلف وسائل الإعلام، سواء كانت التقليدية أو حتى الإعلام الاجتماعي. فمسألة الخصوصية جدا مهمة والهيئة تعطيها أهمية كبيرة. كذلك مستمعينا الكرام، يعني يحق لكم رفض العلاج إذا رغبت في ذلك، حينئذ يجب إعلامك من قبل الطبيب المعالج بالتبعات الصحية المترتبة على هذا الرفض، وعليه سوف توقع على إقرار معد لهذا الغرض. يا جماعة الخير، هذه نقطة وايد مهمة لازم تنتبهون لها، أن أنت إذا رفضت العلاج لازم بتوقع على إقرار برفضك لهذا العلاج، والطبيب لازم يشرح لك التبعات الصحية لهذا الرفض، وهذا لازم يكون موقع على إقرار معتمد من قبلك. أيضا من بين النقاط اللي ذكرتها الوثيقة، وثيقة حقوق المرضى وعائلاتهم، تقديم الملاحظات أو الاقتراحات أو الشكاوى حول الخدمات، وذلك عن طريق يعني القنوات المفتوحة لكم، من ضمنها أصلا وجودنا عبر إذاعة نور دبي. نحن موجودين هنا كذلك حتى لنستقبل مختلف الملاحظات والاقتراحات والشكاوى حول هذه الخدمات، وأيضا كل الرسائل اللي جتنا في هذا المجال نحن راح ناخذها بعين الاعتبار، ويتم التواصل معكم بشكل مباشر من قبلنا بعد البرنامج إن شاء الله، ومنحاول نستقبل هذه الملاحظات، هذه الاقتراحات وهذه الشكاوى. إذن نحن نحن المشكلة الفنية ما نزال نعاني منها،
طيب المخرج حسين الأنصاري يعني قاعد يقول لي إن عندنا مشكلة في استقبال المكالمات، وأيضا نحن نعتذر منكم، كنا نتمنى نتواصل معاكم، وكنا نتمنى كذلك نتواصل مع الدكتورة منى تهلك ونقدم لها أيضا الاعتذار، وإن شاء الله منحاول التواصل معها غدا بإذن الله مع حل المشكلة. خليني أرجع حسين إذا تسمح لي، برجع حق الوثيقة، وثيقة حقوق المرضى. كنا توقفنا عند مسألة تقديم الملاحظات أو الاقتراحات أو الشكاوى، هذه هناك قنوات كثيرة يا جماعة الخير نحن موفرين لها لكم، سواء من خلال البرنامج الإذاعي اللي تشوفونه، هذه اللي تابعونا من خلاله، أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى من خلال الكول سنتر أو الرقم الساخن 800-342-800-DHA. حسين إذا بتسووا لي السحب هنا، أنا بوقف استقبال الإجابات على هذا، على سؤال اليوم، سؤال الحلقة اللي هو مبادرة نحن نغذيك، تتعلق بالإجابة هي التغذية الأنبوبية. اختاروا لنا من خلال الكمبيوتر اسم الفائز معنا في حلقة اليوم ب1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي احتفالا بأسبوع الابتكار. لما يطلعون اسم الفائز، خلوني أكمل معاكم كم نقطة كذلك من خلال هذه الوثيقة. يجب عليه يعني الحصول على تقييم وعلاج الألم، وذلك عبر الطرق العلاجية العلمية المتعارف عليها، بالإضافة إلى حصولك على كافة المعلومات اللازمة بهذا الشأن. هذا من حقك أنت كمريض، وأيضا من حقك الحصول على رأي طبي ثاني من داخل أو خارج المستشفى أو المركز بدون التأثير على مستوى رعايتك. يعني كل الآراء اللي تحتاجها الخاصة بحالتك، سواء من داخل المستشفيات أو المراكز التابعة لهيئة الصحة، أو حتى من خارج الهيئة، لازم يعني إذا حاب تحصل على هذه الآراء التخصصية، فيمكنك أنك أنت تتواصل مع الأطباء في هذا المجال، وهذا الموضوع ما رح يأثر على خطة رعايتك الصحية. أنا شوية بس سكت، بس كنت أبغي أسمع اسم الفائز. اسم الفائز معانا في الحلقة الثالثة من برنامج صحة وسعادة هو سامي عدنان عثمان. سامي عدنان عثمان، ألف مبروك، فايز معانا في مسابقة هيئة الصحة بدبي من خلال مسابقة الابتكار التي قدمتها هيئة الصحة. هناك 1000 درهم في انتظارك أخوي سامي عدنان عثمان. شاكرين لكم نحن كذلك المشاركات عبر الرسائل النصية، وأيضا نعتذر كذلك لعدم استقبال اتصالاتكم من خلال البرنامج يعني أسباب خارجة عن إرادتنا، لكن إن شاء الله راح نتواصل معاكم في القادم من الأيام. البرنامج هذا مفتوح لكم كمنبر لكم جمهور المتعاملين مع هيئة الصحة، وأيضا الجمهور العام، أي حد عنده ملاحظة أو عنده اقتراح يبغي يشاركنا فيه عن طريق الرسائل النصية وعن طريق الاتصالات، فالباب أمامكم مفتوح. اشتغل الهاتف الحين، خلصنا البرنامج تقريبا، جزاك الله خير يا حسين. عموما نحن يا جماعة الخير نفتح لكم باب الدعوة كذلك مرة أخرى لزيارة القرية الصحية للابتكار المتواجدة في الكايت بيتش في منطقة جميرة. يعني اللي يعرفون، ولا ما بقول عسى ما أسوي دعاية أصلا حق مطعم أو مكان، بس هي الفكرة بشكل عام أن نحن ندعوكم لزيارة هذه القرية، فيها الكثير من الفعاليات بانتظاركم. أيضا ندعوكم للمشاركة في برزة الابتكار، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع حلقة جديدة ومواضيع أخرى وسؤال آخر كذلك ضمن هذا الأسبوع. تقبلوا تحياتي وتحيات جميع العاملين في هذا البرنامج، كان معكم عبر الأثير محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج
الأستاذ حسين الأنصاري، وكل الشكر لكم، ونلقاكم إن شاء الله في الغد. صحة وسعادة برعاية هيئة الصحة بدبي.